طابت اوقاتكم مشاهدي الكرام، اهلا بكم في صوت اليمن. الحديث لا يتوقف عن تشكيل الحكومه الجديده، الكل يتساءل عن موعد الاعلان عنها، الكل يتحدث عن شكل الحكومه وعن الاتفاقات والتوافقات، كل يطرح رايه او يضع علامه استفهام. وحدها الحكومه التي لا تطرح رايا ولا تضع علامه استفهام، حتى بات الامر وكانها لا تهتم، او ان ورقه بالاسماء ستصل اليهم ليتم إضافة بعض الحقائب الوزارية. غريب جدا أن نقرأ تصريحات الوزراء في الحكومة يتحدثون عن عملية التوافق بشأن الأسماء، هذا أغرب ما يمكن تخيله. يفترض أن هذا الأمر كما هو في كل الدنيا يختص برئيس الدولة أو برئيس الحكومة عندما يتم الاتفاق على استمرارها، لكن أن تجد وزيرا يتحدث عن التوافق فهذا معناه ضمنا أنه موجود في التشكيل الجديد. جميل أن نعرف أن هناك عدد من الوزراء مستمرين في الحكومة، لكن الأجمل أن تظهر الحكومة نفسها. فمنذ اتفاق الرياض والكلام لا يتوقف عن الحكومة، الاتفاق نفسه كان من ضمن بنوده الحقائب الوزارية، وتحدثنا وقتها عن عودة الحكومة للداخل وعن إدارتها للأمور من أرض الواقع، فليس من المقبول ولا من المنطقي أن يكون يعني وزيرا وإقامة دائمة في بلد آخر، يعني رغم مرور شهر على اتفاق الرياض، لأن الأمور ما زالت كما هي. يقال أن هناك شبه توافق على الحقائب الوزارية، لكن هذا الفتور الذي أصاب العملية السياسية خلال الأسابيع الماضية يجعلنا لا نصدق هل هناك أطراف تتعمد استمرار الوضع كما هو. ربما يكون جمود الموقف هو من مصلحتها، ربما يكون لديهم إشكالية جديدة في توحيد جبهة وقوات جبهات وقوات الحكومة الشرعية في المناطق المحررة. نعلم جيدا أن هناك لاعبين إقليميين ودوليين يسعون لاستمرارية الحرب، ومعهم أطراف محلية نعلم ذلك، لكن علينا أن ندرك أن كل تأخير في إعلان تشكيل الحكومة يضع ألف مسافة بيننا وبين تنفيذ اتفاق الرياض. كلما بعدت المسافة ضاق الأفق. انتهينا من اتفاق الرياض، قلنا أنه سيكون صفحة جديدة، عدنا من جديد وعقدنا جلسات مجددة وأكدنا على الاتفاق مجددا وعلى ضرورة تنفيذه، لكن حتى الآن الخطوات بعيدة جدا والتنفيذ أبطأ من سلحفاة تتحرك فوق جليد. الأمر الذي يصب بالطبع في مصلحة الميليشيا ويجعلها مستمرة في جموحها، وهو أمر منطقي. يعني تشكيل حكومة في أي دولة يخضع لآليات معينة وواضحة، أي باحث في المجال السياسي يمكن أن يعرف الأسماء مسبقا ويضع تحليلا لعملية الاختيار، لكن تشكيل الحكومة اليمنية الآن لا يحتاج إلى باحث سياسي، لأنه لا يخضع لأي منطق سياسي، بل سيكون إذا تم أقرب إلى التوافق لإرضاء الجميع. لكن ليس هكذا تدار الأمور، يعني حتى وإن رضينا بهذا الخيار لكي تمر هذه الفترة بهدوء، فهذا الخيار واجه صعوبات شديدة في التنفيذ، حتى بات الأمر أشبه بولادة متعثرة تحتاج إلى معجزة. تابع التقرير ومن ثم نبدأ بالنقاش. أكثر من شهرين كاملين مر على الموعد المفترض لتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة المنبثقة عن اتفاق الرياض، غير أنها لم ترى النور بعد بفعل تحديات وصعوبات تواجه هذا المشروع وتمنعه من الخروج لتوحيد القوى المناهضة للميليشيات الحوثية. وبالرغم من أنه تم بموجب اتفاق الرياض تكليف معين عبد الملك بتشكيل الحكومة وتعيين محافظا لعدن ومديرا للأمن فيها، وتم إجراء مشاورات مع مختلف الأطراف السياسية لتشكيل الحكومة، إلا أن الإعلان عنها لا زال متعثرا، كما هو حال تعثر تنفيذ بقية بنود اتفاق الرياض المصاحبة للتشكيل الحكومي. مراقبون اعتبروا هذا التأخر انعكاسا للخلل الذي حدث أثناء السنوات الخمس في إدارة المعركة ضد الميليشية الحوثية واستغلال الموارد العامة وإمكانيات الدولة لبناء مصالح وأحزاب ومراكز قوى. في ظل وجود أطراف من مصلحتها استدامة الفوضى في اليمن واستمرارها وإعاقة أي تصحيح أو إصلاحات لتجاوز الأخطاء، وتدفع باتجاه تفجير صراعات هدفها استنزاف التحالف وإيصال الشرعية والانتقال إلى الصراع، إذ أن الرابح الأول من هذه المعوقات هم أعداء اليمن وفي مقدمتهم إيران ووكيلها الحوثي،
وكذلك من يريدون اليمن مركزا دائما لاستنزاف جيرانه وجعله ثقبا للفوضى والإرهاب وإنهاك أمن المنطقة، وهو ما يؤكد أن المشكلة ليست تشكيل الحكومة وإنما في كيفية تنفيذ اتفاق الرياض ضمن بنية متماسكة ومتكاملة لإحداث تغيير فعلي وتحول جذري باتجاه تحقيق أهداف المعركة، وفي مقدمتها بناء الدولة واستعادتها من الميليشيات الحوثية. أهلا بكم مجددا مشاهدي الكرام، ويسرني أن أرحب بضيفي هنا في الأستوديو الكاتب والصحفي المعروف الأستاذ عبد الله الدهمشي. أهلا بك. أهلا بك. يعني بداية، لماذا تأخر الإعلان عن تشكيل الحكومة؟ هو سؤال، لماذا تأخر تنفيذ اتفاق الرياض؟ نحن على مقربة العام الأول لهذا الاتفاق، وبالتالي فالحكومة هي إحدى البنود التي كانت تضمنها هذا الاتفاق. لكن دعنا نقول، تقصد الاتفاق الأول حصل من بعده اتفاقات، يعني اتفاقات هذه تفاهمات من أجل التنفيذ، يعني على اعتبار أن هو ما زال ثلاثة الملفات الأول فشل، ثلاثة يعني الملفات ما زالت موجودة، جانب الأمني والعسكري والجانب الاقتصادي والجانب السياسي اللي هو تشكيل الحكومة. في يوم ثم حصلت تفاهمات في هذاك، وستحصل تفاهمات أخرى، سيتأخر تشكيل الحكومة كثيرا، لأننا الآن مع في طبيعة صراع مختلف كما قلت يعني في مقدمتك، أنه يمكن أن يتنبأ الإنسان وأن يقرأ في أي واقع آخر غير الواقع اليمني، لأن الواقع اليمني لدينا قوى لا تعرف صراعة طبيعة الصراع فيها، ولا تعرف حدود هذا الصراع وإلى أين ينتهي، وبالتالي فالصراع أصبح عدة شغل لجميع الأطراف، حتى الانتماءات ممكن تتغير، الولاءات ممكن تتغير حسب المصلحة وحسب الظرف، عدة الشغل. فهم في طبيعة هذا الصراع ماذا تفعل قوى الصراع جميعا التي تأخذ اليمن؟ هي كل صراع في أي دنيا أو كل نزاع أو شجار أو خلاف يرهق أصحابه، صحيح. وبالتالي يدفعهم بسرعة إلى أن ينهوا هذا الخلاف كي لا تستنزف قدراتهم، إلا في اليمن يعني الصراع هذا يفيد قوى الصراع ويعود عليهم بجملة من المصالح التي انفصلت عنهم، لكنه والخسائر الذي والطرف الذي يدفع الخسائر أو يتكلف بدفع الثمن هو الشعب اليمني، الحلقة الأضعف، يدفع القتلى، يدفع الجرحى، يدفع من قوت يومه، يدفع من حاضره، يدفع من مستقبله، الوطن والشعب هو الذي يخسر، وهؤلاء هم الذين يقتاتون من هذه الأمور. وبالتالي خلال 6 سنوات من الحرب، هل سمعت عن طرف سياسي قدم مبادرة حلول، حاول أن يذهب إلى أن ما هو الحل الذي يجب أن نصل إليه، كيف نستعيد الدولة عسكريا، كيف نستعيد الدولة سياسيا، كيف نخرج مما نحن فيه من أزمات؟ لا أحد. لماذا؟ لأن جميع هذه الأطراف تعيش في بحبوحة، صحيح. من العيش، لأنه لا أحد يفكر بالعودة إلى اليمن، وبالتالي لن يشعر بما يعانيها الناس، والذي لا صوت له هو الشعب اليمني، وبالتالي لا يمكن يعني حتى إذا تكلم بالوضوح الذي تريده، ما هو مشروع المجلس الانتقالي للانفصال؟ ما هو مشروع هادي لاستعادة الدولة وفرض عدن عاصمة مؤقتة؟ ما هو مشروع القوى السياسية لوضع حد للمأساة اليمنية، المأساة الإنسانية التي يعيشها الملايين من أبناء اليمن؟ وبالتالي كيف نقترب من مقاربة هذه الأزمات بحلول مرضية عسكرية سياسية بالخارج بالداخل؟ ليس هنالك من يفكر بإيجاد مخرج من الأزمة أو من هذه المأساة وإنقاذ الشعب اليمني من ويلاتها وكوارثها التي لا تنتهي. وبالتالي لماذا نستغرب أنه تأخر تشكيل الحكومة؟ هل الوزراء السابقين أو الوزراء اللاحقين يعني تضررت مصالحهم، فقدت مرتباتهم أو في شيء هذه؟ لكن المعلم والدكتور والطبيب والعامل
ومن لا يجد فرصة. سرقت حتى المستحقات التي جاءت على شكل منح مساعدات إنسانية ومن دول ومنظمات سرقت حتى هذا المستحقات سرقت نعم. بيعت المساعدات الغذائية في الأسواق وبالختم المساعدات المجانية يمنع بيعها وتجدها في السوبر ماركت وفي الصيدليات أيضا بيعت الأدوية كل ما يمكن بيعه قد تم وقد استنفد في الأسواق اليمنية وفي سوق السياسة أيضا هناك عمليات بيع وعمليات تجريف للقيم ولا آخر ذلك. على من يمكن أن نعول في تحريك الجمود في هل فقط تسمية الحكومة ستنهي هذه المأساة؟ هل ستقرب المسافات؟ هل ما الذي سيعنيه تسمية الحكومة؟ دعنا نشوف نرى المسألة من اتفاق عدن. اتفاق عدن يضع على أن هنالك تشكيلات عسكرية يجب أن تعود إلى سياق رسمي أو طور رسمي ودولة، وهناك تشكيلات عسكرية وأمنية، وهنالك جانب اقتصادي منهار ويجب أن يتم معالجته. وبالتالي هل الحكومة ستقوم بتنفيذ هذا الأمر؟ يعني هنا يعني الآن الحصان العربة التي وضعت قبل الحصان، يعني أي من يقوم بهذه المهمة؟ والثاني يعني فيها ما زال التشكيلات العسكرية قائمة ومولة وتمشي على قدم وساق وتتناثر ويأتي غيرها، ما زالت الاستعدادات العسكرية والأمنية كأنه ليس هنالك اتفاق الرياض. بمعنى أن الأطراف التي وقعت على اتفاق الرياض لا تبحث عن آليات تنفيذه وعن الضمانات التي تريدها لكي تخطو باتجاه التنفيذ وتأمن الطرف الآخر أو تؤمن نفسها من غائلات تفكيك هذه الميليشيات أو التكوينات العسكرية والتشكيلات العسكرية لكي تكون هنالك أطر عسكرية رسمية تعبر عن الدولة أيا كانت الدولة. ليس هنالك مشروع واضح للمجلس الانتقالي في الانفصال، ليس هنالك مشروع واضح لدى الحكومة في بقاء اليمن الاتحادي، ليس هنالك مشروع واضح لدى القوى السياسية كيف يمكن أن تجمع هذه الأطراف وأن تقرب وجهات النظر وأن تحل مشاكل الخلاف وتجعل الناس وتعيد الناس إلى اختلاف سياسي يدار سلميا ويحفظ للبلد مقدراتها وللشعب حقوقه وحاضره ومستقبله. ليس هنالك هذه اللحظة، لا تقرأها لا في الإعلام ولا في السياسة ولا يفكر فيها قائد سياسي ولا يفكر فيها الجميع ما يفكروا، لأنه بصراحة يعني هذه الأطراف أصبحت أدوات أو وكلاء للخارج. من الذي يقف ضد إعلان الحكومة؟ من الذي يقف ضد إعلان الحكومة؟ الأطراف نفسها جميعا، يعني تشكيل الحكومة وما يترتب على الحكومة نفسها يعني. طيب بداية ما الذي يعني مصلحته أنه عدم إعلان الحكومة هذه أو تأخير إعلانها؟ هناك أطراف ربما تتحدث عن نفسها يعني. أي نعم، هناك أطراف هو طرف الحكومة أحد الأطراف يعني في الحكومة التي وقعت مع المجلس الانتقالي مستفيدة تريد الاستمرار أطول وقت، والمجلس الانتقالي أيضا أحد الأطراف الذي يعرقل، وبالتالي إذا تبادلوا الاتهامات يعني هم الطرفين إذا تبادلوا، لأنه ليس هنالك وضوح ما هي الرؤية السياسية لدى المجلس الانتقالي أو لدى الحكومة اليمنية يقنع الشعب. الآن يقنع الشعب أنه نحن وافقنا على الخطوة الأخرى، الطرف الآخر لم يوافق عليها، الطرف الآخر سوف يرد أنه لا الخطوة حتى نفهم حتى يكون هنالك رأي عام أو رأي عام ما هي نقاط الخلاف التي يصل إليها. الجميع لا يريد أن يوضح ما هي نقاط الخلاف. طيب لأنه الفكرة أستاذ عبد الله انه ستشكل حكومه في يعني على اي حال يعني، لكن ما الذي يعني تشكيل حكومه جديده يعني اذا كان اغلب الحكومه او اغلبيه الاسماء موجوده كما فهمنا من تصريحاتهم كما فهمنا ايضا من رئيس الحكومه، هل الحكومه الحاليه او حتى رئيس الحكومه دائما نفهم انه اذا كان رئيس حكومه قوي يستطيع ان ينهض بمن معه ويجعل منهم اقوياء، هل الحكومه القائمه هل هي قادرة على النهوض بمهام المرحلة القادمة؟ هل تستطيع أن تفرض واقعا جديدا على الأقل في المناطق التي الخاضعة لسيطرتها؟
وأي المناطق الخاضعة لسيطرتي أنت؟ يعني غلي ألا ده أنا سؤال مجازا يعني مجازا يلا ألا النقطة يعني إنه هو تشكيل الحكومة هذا أمر إداري يعني وسياسي يعني بشكلها. ما هي مشكلتنا الحقيقية؟ إنه ليست لدينا دولة الآن قائمة على الجغرافيا وبين الناس. صحيح. وبالتالي فإنه الاستراتيجية الحقيقة أنا أنت سألتني قبل قليل من هو الطرف؟ أنا محمد هادي والحكومة يعني الطرف ما يسمى الشرعية ما يطرق عليه بين قوسين الشرعية، هذا هو الذي يتحمل مسؤولية كاملة بغض النظر عن وجود المجلس الانتقالي أو يسمى غيره، لأنه في تعز وفي مناطق أخرى ليس هنالك مجلس انتقالي يعني. صحيح. طيب وبالتالي لماذا يتحملون المسؤولية؟ لأنه ليست لديهم حتى الآن وخلال 6 سنوات استراتيجية واضحة سياسيا وعسكريا واقتصاديا في كيفية استعادة الدولة، وهي المشكلة الحقيقية التي جاء من إجلها تحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية. ما هي كيف يستعيدون الدولة من سطوة الحوثي على الدولة والمجتمع في مناطق السيطرة عليها؟ ما هي الاستراتيجية الآن اللي يتحدث عنها؟ لا تجد هنالك استراتيجية عسكرية حتى نقيس مدى خروج الانتقالي أو غير الانتقالي من هذه حتى نقيس مدى خروج أي طرف آخر من هذه. قد يقول قائل يعني وما الذي ستحققه هذه الحكومة إن سيطرت على عدن مثلا أو تواجدت في عدن؟ هل هي تسيطر على تعز؟ هل هي تسيطر على مأرب؟ هل هي تسيطر على كذا؟ هناك دويلات، هناك إمبراطوريات الآن تنشأ، هناك جيوش مستقلة تنشأ، أنا لا أريد أن أسميها بمسميات أخرى، لكن هناك قوات مسلحة تنشأ، تشكيلات عسكرية تسمى قوات مسلحة طالما هي تحمل السلاح، لكن هل هي نظامية؟ هل هي تتبع أحزاب؟ هل هي تتبع جهات؟ هل هي تتبع أشخاص؟ هذا موضوع يعني يقرره الواقف على الأرض، لكن من بعيد الناس يتحدثون عن أنه حكومة ليس لديها طموحات بأن تتواجد في اليمن. أنا أقول لك نقطة رئيسية يعني في معارك مأرب الأخيرة ماذا كشفت؟ كشفت على أن قبائل مأرب هي التي حمت الدولة، هي التي حمت، هي التي صدت الحوثي، ما شعر حمت نفسها من سيطرة الحوثي وسطوته على عليها. أين كانت الشرعية التي تقف أمامهم؟ تحتمي بالقبائل. يعني زي ما يقولوا في إذن الخلل رجع الماء يشرب من الزمزمية، الخلل البحر يشرب من الزمزمية. الخلل الرئيسي مش إنه ما فيش حكومة وتشكلت حكومة، الخلل الرئيسي أننا بلا قيادة وبلا استراتيجية وطنية تقودنا نحو استعادة الدولة والخروج من هذه المأساة الإنسانية التي لم يسبق لها مثيل وويلاتها. ولذلك فإن النقاش الآن وأرجو إنه يعني الشعب أو الضحايا أو من هم خارج هذه الأطر أن يجدوا لأنفسهم رؤية بديلة، رؤية بديلة مش على الأقل مش إحنا نستبدل الشرعية هذه، لا، رؤية بديلة تحرك هذه الشرعية في الطريق التي يجب أن تتحرك عليه سياسيا واستراتيجيا وغيره. يعني أنت الآن لما تقرأ ما يسمى الإعلان المشترك الذي يبحث عنه مارتن جريفيث، هذا إذا لما تقرأ يقول لك وقف إطلاق النار، تقديم معالجات إنسانية، تقديم معالجات اقتصادية، طيب ورجوع الجميع إلى المفاوضات، حول ماذا يتفاوضون؟ يعني أنت سوف تخلق واقع لا يكتفي أن تكون بداخله التشكيلات العسكرية القائمة، ولكن يسمح بتكوين تشكيلات عسكرية جديدة، لأنه ضروري أن تترك الواقع بدون رؤية سياسية، بدون هؤلاء الأطراف عندما يعودون إلى مفاوضات تسوية حول ماذا يتفاوضون؟ يعني أنت أوفية، وخصوصا أن مارتن جريفيث قد ميع وضع الميليشيات الحوثية، لم تعد ميليشيات حوثية متمردة على انقلاب الدولة، ويجب وعليها هو يهيئها ربما لدور أكبر أو دور جديد يعني. ودور أكبر يعني الآن وصول السفير الإيراني إلى صنعاء يعني سيقدم أوراقه إلى رئيس غير رسمي غير معترف به دوليا وخلص حصل هذا اعتراف دولة أكيد يعني حصل دعني أرحب معي بالدكتور عبد الحفيظ النهاري الباحث في مجال الاتصال السياسي. أهلا بك دكتور،
يعني بداية كان لدينا أمل بأنه الاتفاق يكون بداية لتحقيق نوع من التوافق في التحرك لاستعادة الدولة، يعني ما الذي حدث؟ مساء الخير عليكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع أننا الآن أمام مراوحات في مسألة تسريع اتفاق الرياض، وهذه المراوحات تشبه تماما المرحلة التي لحقت صدور الاتفاق. نحن الآن أمام مرحلة اتفاقية تسريع الاتفاق أو بهذا المعنى، ولكن التسريع هذا لم يتم ربما لذات الأسباب التي ثبتت الإجراءات السابقة، وهي إجراءات تطبيقية. لم يعد هناك حاجة لوقت كبير للتفكير في تفاصيل لأنها محسومة والبرامج الزمنية محسومة، وهناك أصبح هناك استحقاقات واضحة سياسية وأمنية وعسكرية، والمطلوب هو إنجازها وتطبيقها، الانتقال من الوثيقة ومن الأوراق ومن التعهدات النظرية إلى التطبيق العملي. طبعا تم تكليف رئيس الوزراء السابق بتشكيل الحكومة المتفق عليها من 24 وزيرا، والحكومة الآن هي حكومة تصريف أعمال، واستمرت حكومة تصريف أعمال منذ تكليف رئيس الوزراء ولم يستجد جديد. بداية يعني في مرحلة من المراحل تم انتظار عودة الرئيس من الولايات المتحدة، ولا ندري بعد عودته ما الذي حدث، لكن أتصور أن الأسباب الميدانية ما تزال هي ذاتها، أي مراهنة الشرعية على الغلبة العسكرية أو محاولة حسم القضايا عسكريا. وهذا ليس تحليلي وقولي، ولكن إجماع المتابعين وحتى تصريح الطرف السعودي الضامن والمشرف والراعي لهذا الاتفاق، في إشارات ربما لمحاولة الضغط على الحكومة الشرعية للالتزام ببنود الاتفاق. وهناك طبعا خلافات يقال أنه تم تجاوزها، لكن لا أتصور أنه تم تجاوزها، وهي خلافات حول الوزارات السيادية وحول التقاسم في المسألة التطبيقية. لكن يبدو أن العقبة الكبيرة هي عدم الرغبة في إنجاز الاستحقاق العسكري والأمني، أي في إعادة الانتشار، لأن الخطوة الأولى هي تكمن في الإرادة وبناء الثقة في إعادة الانتشار العسكري والأمني. طبعا الحكومة الحالية باعتبارها حكومة تصريف أعمال تتآكل، صلاحيتها تتآكل، وخاصة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، وهناك إشكالات إذا طال أمدها وهي حكومة تصريف أعمال، فستكون أو ستصبح عاجزة عن تنفيذ كثير من مهامها، وخاصة أنها لا تتواجد على الأرض حتى الآن، ما سيجعلها تعمل على الأرض وبين المواطنين هو تنفيذ الاتفاق. لا شك أن كل طرف يريد أن يكسب، أن يحقق مكاسب خارج الاتفاق، لكن أتصور أن هذه المكاسب غير ممكنة، لأنها ستتسبب في نسف الاتفاق، ويفترض أن ما هو صحيح وما يجب أن يمضي به الجميع هو التنفيذ الحرفي لنص الاتفاق طالما وقعت الأطراف عليه، والتذاكي بعد التوقيع وبعد الالتزام أمام الرعاة يصبح مسألة غير صحية وغير مرحب بها جماهيريا، لأن الجماهير والشعب والناس بحاجة ماسة إلى وجود حكومة بين أيديهم تخدمهم وتقوم بوظائفها الدستورية المنتظرة منها بواجباتها إلى الشعب اليمني. لكن هل يتخيل أحد أنه إحنا مش قادرين نوقع اتفاق أو ننفذ بالأصح اتفاق يعني بين طرف واحد؟ يعني الموقعين فيهم ما طرف، يفترض انهم طرف واحد في مواجهه
ميليشيا يعني اغتصبت الدولة والسلطة وقامت بانقلاب معروف. يعني هل يعقل انه غير قادرين على تنفيذ اتفاق يعني بهذا الشكل؟ هذا يعكس الانقسام القائم في معسكر الشرعية او التباينات او التناقضات، لان غطاء الشرعية استخدم من قبل اطراف متناقضة واطراف ايديولوجية واطراف متباينة المشاريع. المشكلة أن الشرعية لم تستطع أن تكون منذ البداية واضحة في مشروعها. طبعا قد تكون واضحة في مشروعها النظري وفي خطابها النظري هي والتحالف، لكن على مستوى بناء جبهة الشرعية كان لابد أن تلتزم بالمرجعيات الدستورية والوطنية التي تحدد أولويات المعركة، وهذا التحديد كان سيجنب هذه التناقضات داخل صف الشرعية. يعني ليست هناك وحدة، الوحدة المفترضة في صف الشرعية لخوض المعركة الوطنية النازية. لذلك المشاريع الصغيرة تبرز في مثل هذه المراحل. الأخوة في يعني دعنا نقول التكوينات ذات الأبعاد الجنوبية، لا أريد أن أقول الجهوية والمناطقية، تتناقض ولا أقول بل تتحارب مع مشاريع أخرى، مشاريع أيديولوجية أخرى سواء كانت دينية أو مذهبية أو حتى مناطقية، وهذا ما يغلب على معسكر الشرعية وينعكس على اتفاق الرياض. يعني اليوم المجلس الانتقالي يقول لنا بوضوح الجماعة يتركون مأرب، جبهات مأرب المستعدة، ويرسلون قوات إلى أبين وإلى شبوة دون مبرر لتحرير المحرر. وهذا هو الخطأ، والخطأ مستمر لأن هناك حسابات حزبية ضيقة وحسابات جماعية وجهوية ضيقة. لا يمكن حسم اتفاق الرياض ما لم يتخلى الجميع عن هذا. المشاريع الصغيرة لابد أن يكبر الجميع، يكونوا عند مستوى المسؤولية، وخصوصا الفترة تطلب من الجميع أن يكونوا يعني أكثر حصافة حتى في طرحهم. يعني ما نجده أنه الكل يصرح بأنه سيبيد الآخر أو أنه سيقضي عليه أو أنه، وهذه مسألة خرجت عن آداب حتى الخلاف المتعارف عليه. أشكرك جزيل الشكر دكتور عبد الحفيظ النهاري الباحث في الاتصال السياسي، كنت معي عبر الهاتف. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نستأنف النقاش. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، وأعود إليك أستاذ عبد الله. ولا شك الهاجس الأمني هو المعضلة الأساسية أمام تحقيق هذا الاتفاق. ربما كل الفرق أو كل المتصارعين لجأوا إلى تشكيل قوات خارج نطاق الدولة، أصبح هناك ضم وإلحاق بالأجهزة الأمنية والعسكرية بشكل أو بآخر، وهو استقطاب يعني يحمل معاني كثيرة. يعني مستقبلا هل تعتقد أن هذه الاستقطابات ستكون عبء على الدولة، سواء من ناحية الأمن والاستقرار أو من ناحية السياسية أو من ناحية أيضا مادية؟
يعني هي مش عيب على الدولة، هي عائق أمام الدولة هذه، لأنه الدولة هي في طبيعتها هي الجهة الوحيدة المخولة احتكار استخدام القوة، ومشروط عليها أن تستخدمها تحت سيادة القانون ترشيد. بالترشيد. لكن عندما ينقسم المجتمع إلى أن يقوم بأمنه وحماية نفسه بنفسه يعني، فإنه هذه التشكيلات العسكرية تسقط معنى الدولة وتسقط وجودها يعني في، وهي قد تحمل أيضا معنى آخر، أنه عدم الإحساس بوجود الدولة دفع البعض إلى تشكيل قوات لحماية طبعا أندسة. هو بالظرف بعد سقوط الدولة بالحوثيين يعني بيد الحوثيين يعني بدأت هذه التشكيلات العسكرية. الذي ساهم في نشوء هذه التشكيلات أن القيادة السياسية عندنا كان يغيب عنها الاستراتيجية الوطنية ذات الأبعاد المختلفة التي يتجسد على الواقع سياسيا وعسكريا وخصوصا في المجال العسكري، فنشأت تشكيلات عسكرية تحت مقاولين، مقاولي المقاومة ومقاولي هذا يعني، وبالتالي نشأت تحت أطر بعيدة عن ذلك، وساهم التحالف الداعم للشرعية في هذه بحسب علاقاته السياسية مع ذات القوى، والتي أبدت أيضا توجهات سياسية بعيدة عن التحالف وداخل ضمن محاور أخرى. الآن هذه القوى أيضا هي مناطقيا أيضا كما أشار جهوية الدكتور عبد الحفيظ يعني فيها هي مناطقية وجهوية، بمعنى أنه حتى في الإطار الجنوبي أو حتى في الإطار الشمالي لا تمثل هذا الإطار، يعني هي تمثل مناطق في هذا الإطار، وبالتالي فهي استدعاء لصراعات قديمة، وهي تشعل الصراع أيضا حتى بدون الرجوع إلى التاريخ القديم أو الأبعاد الثارية في هذه المنطقة، هي تشعل من حيث تكوينات واتجاهات هذه، بحيث أنه المنطقة الأخرى التي لا تجد نفسها في هذا الإطار العسكري وهذا الإطار السياسي ماذا تبحث؟ تبحث عن إطارها الخاص الموازي لذلك. إذن نحن أمام معضلة يعني كبيرة جدا، وأنا أقول أنها ليست بتلك المشكلة الكبيرة، ما هذه المشكلة تتضخم أو تتزايد نظرا لأمرين، أولا غياب التفكير في الذي يفسرها ويعمل على مقاربتها بحلول، وثانيا غياب الاستراتيجية الوطنية لدى القيادة السياسية، بمعنى أن القيادة السياسية هي التي يتجسد فيها الوطن. يعني كان الجميع يتوقع أنه اتفاق الرياض يكون مقدمة لحل سياسي أشمل وأوسع، هو حل جزئي للمشكلة، ما فسرش المشكلة يعني فيها بعادة أنت أنه في خلل الآن في الحكومة الشرعية نشأ عنها طرف آخر الآن، وهو يطالب في حصة من هذه الحكومة الشرعية، وبالتالي فأنت عالجت عرض من أعراض المشكلة وليس جوهرها أنه المفروض أن هذه القيادة السياسية هي التي تجسد الوحدة الوطنية لدى تكويناتها السياسية والعسكرية، وبالتالي حتى من خلال الخطاب يعني فيها، من خلال التوجهات السياسية، من خلال الحركة على الأرض يعني فيها. لكن كما قلت لك إنه هذه تغيب عنها استراتيجية حتى الدفاع عن مأرب يعني فيها، ولولا صمود قبائلها الوطنية يعني فيها وبسالتهم في هذا الأمر لكنا في حسابات أخرى. نعم، إذن الاستراتيجية الشاملة هي لابد أن تأخذ بعين الاعتبار معطيات الواقع يعني، وهذا ربما لم نشاهده في الفترة الماضية، ما فيش حد مستوعب لمشكلة هذه البلد، المشكلة السياسية، مرجعيات الصراع القائم. ربما يتفهم البعض أن هناك مصالح تنشأ هنا وهناك من خلف هذا الصراع، لكن لا أحد أيضا يريد لهذا الحل أن يكون، خصوصا في القيادة، عندما نجد القيادة متبرئة مما يجري. مؤسف دائما نقول أنه لا توجد طموحات للعودة إلى اليمن، هذا أكبر عائق ممكن يعيق هذا الحل الذي ننشده جميعا منذ 6 سنوات. نعم، أشوف الأبعاد يعني غياب هذه الاستراتيجية الوطنية، أنك أنت الآن عندما ذهبت لكي توقع على هذا الاتفاق فأنك وقعت على التزامات، وبالتالي فأنت عارف ما الذي سوف تخسره وما الذي سوف تكسبه من هذا الاتفاق. إذن والمفروض أنه مش المجلس الانتقالي دخل يعني في هذه الفترة، لكن المفروض
إن الذي يمثل الحالة الوطنية هي هذه الشرعية القائمة وبقيادة السياسية الذي سيصبح الانتقال جزء منها وبالتالي فهي المفروض أنك تفتح أطر الاستيعاب لي. إذا هي غير قادرة لكن لا زال الخطاب كما هو كما هو لم يتغير والواقع أيضا كما هو لم يتغير. ليست هنالك أطر استيعابية حتى لهذا المكون المسمى المجلس الانتقالي يعني فيه، ولا عندك حتى استراتيجية لإزاحته من المشهد يعني في هذا، ليست لديك هذه الرؤية يعني والموازنة وتجعل الناس بين خيارات مفتوحة على الوعي والإدراك يعني فيها، أو تفتح أمام الرأي العام اتجاهات يناصر هذا أو يضغط يعني الآن. هي عاجزة، لذلك الواقع الآن يعني كل ما تغولت فيه الانفلات الأمني والانهيار الاقتصادي سوف تزداد حركة الاغتيالات وسوف يبحث الناس بيتحول الناس على المستوى الفردي بالبطاقة على المستوى الفردي إنك تحمي نفسك على المستوى الفردي، انك يعني ما عادش على المستوى الجماعي وتشكيلات او انتماءات الى منطقه او الى قبيله. اليوم قتل احد الضباط حديثي التخرج في عدن، شيء مؤسف جدا جدا. نعم يعني عليه الرحمه ولاسرته التعازي الرحمه. يعني هذه الاغتيالات التي تتم هي لا ترضي احد ولا يمكن لاحد ان يقبلها، لانه في الاخير انت تستنزف قدرات البلد يعني. ولهذا سوف تقول أنت من عسكرة سوف تنتقل من مرحلة عسكرة الدولة إلى عسكرة المجتمع، إلى أن كل جماعة وهذا سوف تعمل فيها عصابات، يعني حتى تعز فيها عصابات يعني تسرح وتمرح في ذلك وفي مناطق أخرى يعني تمتد. ألا تلاحظ أنه أصبح كل منطقة لها هوية دولة خاصة بها؟ أو يعني هي سلطة، لا نستطيع أن نقول أنها دولة، لكن إدارات ذاتية فيها بأشبه الإدارات الذاتية في كل أخرى الآن. يعني أنت إيش لديك يعني وزارة النقل، يعني مش تتكلمش عن وزارة الدفاع وزارة الأمن والجهاز الأمني، وزارة النقل يعني من الذي الآن يتحكم في الطرقات؟ يعني إذا المواطنين يلجؤون الآن إلى أنهم يعني بربك طريق العبر وقد مات فيه الكثير وأصبح مشكلة. وزارة النقل ما قدرتش تتحرك لكي تعمل وصلة، هي تبع الأشغال، وزارة الأشغال وزارة الأشغال يعني النقل عليها الموانئ والمطارات. ولكن تخيل أنه كان رئيس الحكومة وكان وزير أشغال، ويفترض أنه هذه من ضمن اهتماماته الطرقات. يعني الطرقات الآن لم تعد مسؤولية حكومة مركزية، أصبحت مسؤولية إدارات ذاتية في المناطق، أحيانا المحافظات هي التي تفعل ذلك، لكن الطريق العام اللي هو الطريق الخطوط. يعني كان هذا أول اختبار للحكومة لو فشلت فيه. اسمح لي أرحب رئيس مركز روافد للدراسات أحمد مفضل. أهلا بك أحمد عبر سكايب. أهلا وسهلا عبر التليفون. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد جميعا. يا مرحبا. يعني بداية لماذا لم تتحقق فكرة لم الشمل حتى الآن؟ أعيد سؤالك لو سمحت. لماذا لم تتحقق فكرة لم الشمل حتى الآن؟ لم تتحقق فكرة لم الشمل، لماذا لم يحدث التوافق حتى الآن بين الاطراف الحكومة؟ اولا نوصي عليك بالخير والعافية وعلى ضيفك الكريم. جزاك الله خير. وثانيا يجب ان نتفهم للوضع الذي تمر به اوضاعنا في الداخل اليمني والذي تمر به اوضاعنا داخل الشرعية. وهناك يعني نحن نأمل ونتمنى ان يكون هناك توافق شرعي من أجل محاولة إنجاز البلد والتفرغ للتخلص من الميليشيا الحوثي وأن تنفذ الجور السياسي. لكن للأسف هناك نحن شفنا المسؤوليتين، المسؤولية الأولى هي مكابح المصالح التي بيد الجور السياسي والأحزاب السياسية التي هي اليوم تعتبر الحاكم الفعلي للشرعية. ثانيا الضعف الشخصية التي تولت إدارة الحكومة أو تشكيل الحكومة شخصية ضعيفة لم تستطيع أن توافق بين الأحزاب وأرادت أن ترتب لها مصلحة لدى كل حزب وأن تتعامل مع كل حزب إلى أساس متبادل معينة، وعلى أقل ما حزب الفلاني مقابل أن يدين وذلك أن يوافق على فجائي وهكذا. الشخصية لم
أن تتعامل وتتفاعل مع الأحزاب وتساعد الأحزاب لتخفف من النفوذ والتغول الذي مارسته الأحزاب السياسية. لذلك اليوم لا يستطيع الشخص الذي كلف بتشكيل الحكومة لا يستطيع أن يحل المشكلات بين فريق مكتبه، يعني فريق مكتبه كل شخص له ولاء الآخر، واحد ولاء للإصلاح وفريق ولاءهم لل يعني هل تعتقد استاذ احمد انه يعني عمليا لا نستطيع ان نقول ان رئيس الحكومه هو الذي شكل هذه الحكومه او يتحمل مسؤوليه التوافق؟ للامانه لم اطلع، وانا ازعم انني لم يعني اطلع على الكثير مما يجري، يعني لم اطلع على كثير مما يجري. ان رئيس الحكومه ليس بيده شيء، لان الاحزاب هي التي تهدد بدقائق من عزله، انه يضطر لمداهنتها ومداهنتها. النقطه الاولى، النقطه الثانيه، الاحزاب هي التي تختار الوزراء واسمائهم بغض النظر عن الكفاءات والتاريخ وما يقدمون وما يقولون. والاحزاب مصممه على انها يكون لها ولو بعد 20 سنه، ما يهمها ان البلد تضيع تحترق يموت الناس يعني يعذب الشعب، هذا لا يعنيها بشيء. وجلس عن قيادة الأحزاب وأمناء عموم الأحزاب ورؤساء الأحزاب تثبت أن مصالحهم محدودة ومطالبهم محدودة، كل شخص منهم يجب أن يكون له مشاركة في الحكومة بغض النظر عن سينجح أم سيفشل. أيهم عندهم هدف أن يكون مشارك في الحكومة، تستمر المصالح أم تستمر الإيرادات لا عنده أم يتظل المكان، هذا بنقوبهم ستصل إلى هنا، يعني ليس لديهم هم الأخرى، يعني حسابات الشعب والمواطن والأرض والإنسان والسياسة وكل هذه المزايدات أمام الإعلان، لكن نادعا يستطيع الأحزاب يعني بالأساس هي الحاكمة الفعلي وهي التي تتحكم بمسارات كثير تعرقل، إذا أرادت أن تعرقل وهي تعتبر الطرف المعرقل، إذا أردت أن تعرقل تعرقل، وإذا اتفقت وتوافقت ممكن أن تنجح. وهي الأحزاب للأمانة تحتاج إلى شخصية قوية يستطيع. طيب هل المرحلة طيب استاذ احمد هل المرحلة يتعامل معها شخص ضعيف؟ طيب هل المرحلة يعني تتطلب التواجد الحزبي ام التواجد الوطني بشكل اساسي؟ يعني اذا كان يعني التقاسم على اساس يعني حصص احزاب فلدينا مشكلة، لماذا لا تكون المعايير طالما هناك أيضا أطراف راعية لهذا الاتفاق، لماذا لا تكون المعايير معايير الكفاءة ومتطلبات المرحلة؟ لسنا بحاجة إلى تلك الأعداد الكبيرة من الوزراء ومن المسؤولين، نحن بحاجة إلى عدد محدود وفي نفس الوقت يكونوا فاعلين، يكونوا أكفاء للقيام بهذه المهمة. الفاعلية هي تعتمد على التجربة وتعتمد على التمر في التدرج الوظيفي داخل كل مؤسسة وداخل كل وزارة، وهذا ما تجده الكثير من الشخصيات المرشحة من مناصب الوزارات في الشرعية. يعني مثلا أغلب الذين يتم ترشيحهم من وزراء ووكلاء هم الذين لهم نشاط إعلامي والذين لهم ظهور سواء في وسائل التواصل أو نشاط غيرها، ليس لديهم خبرة وزارية وتدرج مرحلي، وهذه أهم شروط النجاح داخل المؤسسات، لأن العمل المؤسسي يحتاج إلى دربة ويحتاج إلى ممارسة ويحتاج إلى خبرة ويحتاج إلى معرفة. يحتاج إلى خبرة أيضا، يحتاج إلى قرار. المسألة الآن تتطلب أنه شخصية تمتلك القرار، تمتلك إصدار القرار وتنفيذه. لا لم تعد المسألة قابلة للمماطلة أكثر والمداهنة والمجاملات ما بين الأحزاب، يعني أنت أعطيني حقيبة أعطيك وأنا أعطيك حقيبة. نعم. الأمير هو يعين الحزب هو الذي يعين الوزير، ثم يخلف الوزير هذا بتعيين فلان من المؤسسة من الحزب، هو المشرف على الوزير، هو الذي يعني يرضى الوزير برضاه ويغضب بغضبه. والوزير هذا مكلف ان يستوعب اعضاء الحزب بوظائف ومناصب حتى يتوغل الحزب ويصبح لديه كذا كذا وكيل في الوزاره. احمد اعذرني، لدي مشكله في الصوت، اسمعك بصعوبة، لكن الفكرة وصلت عموما، ونتمنى انه تكون المعايير هي معايير الخبرة والكفاءة وايضا
متطلبات المرحلة. رئيس مركز روافد الدراسات والبحوث أحمد مفضل المهدي كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. أستاذ عبد الله، انتهى الزمن الذي كنا نشهد فيه رؤساء حكومات يستقيلون أو ينسحبون أو يرفضون أو يتذمرون، الآن أصبح تفصيل طلب خاص، يلا حصل وظيفة. البعض يعني يبدأ وظيفته برئيس وزراء. يلا طيب، هو شوف، لدينا الآن نقطة لكي نقارب الموضوع هذا، ما لم تتشكل لجنة فنية تبدأ بالملفين الأمني والعسكري، فإنه لا، حتى وإن تشكلت الحكومة لا فائدة من تغيير هذه الأوضاع، ويكون هنا تتشكل هذه اللجنة بأنه في هنالك تشكيلات عسكرية كل في مواجهة بعضها. هل يمكن لهذه التشكيلات العسكرية الموجودة على الأراضي التي هي خارج نطاق سيطرة العصابة الحوثية المستمردة والمنقلبة على الشرعية، هل يمكن لهذه اللجنة الفنية أن توحدهم؟ ممكن. هنالك إجراءات آلية وهنالك كفاءات وطنية، لا أستطيع أي من الطرفين أن يشك في وطنيتها أو في مهنيتها العسكرية يعني في هذا، مع وجود الإشراف الفني للتحالف في هذا، لكي يوفر الجوانب الأمنية والجوانب العسكرية التي تجعل التقارب السياسي ممكن وتبني جسور الثقة بين جميع هذه الأطراف، وتضع الشعب هو المراقب لكي يستعيد الناس الأولوية الوطنية ويبتعدوا عن التجاذبات الخارجية التي تذهب بهم بعيدا عن ربما الناس ليسوا بحاجة الآن إلى توافقات وإبداء حسن نية. يفترض أن طالما وقعوا على الاتفاق يفترض أن يفرض تنفيذه فرضا على الجميع. اسمح لي أرحب أيضا عبد الرحمن أنيس الصحفي، أهلا بك أستاذ عبد الرحمن، ونأخذ رأيك في هذا الموضوع، الأزمة الحاصلة بسبب تأخر إعلان التشكيل الوزاري، سببها من وجهة نظرك. عبد الرحمن معي؟ ألو؟ أطراف المشكلة هم كثر الآن، لكن كما تفضلت دائما الاستقواء بالسلاح وبالجهة بالمناطقية بالجهوية بالفئوية إلى آخر ذلك، لكن أيضا لديك الأحزاب، هناك مشكلة، هناك من يكيف الدولة على مقاسه، يعني إذا ما تحدثنا عن دولة يفترض أنها مظلة للجميع، لكن نجد أنه هناك من يختزل الدولة في حزب أو يختزلها في قبيلة أو في جهة أو في أشياء من هذا القبيل. من الذي يمكن أن يضبط هذه المسألة ويعيد الأمور إلى مسارها الطبيعي؟ هو الخروج من العقلية المدمرة هذه إلى عقلية سياسية، أن تعود الأحزاب السياسية إلى أحزاب هذا ما نتمنى. لا هذا ما نتمنى، ضروري أن تعيد الأنقاض. من الذي يمكن، ما الضمانة التي توفرت مثلا لهذا الاتفاق بحيث أنه يخرج الناس بحسم لكل الملفات الثلاثة المذكورة؟ من يضمن هذا الاتفاق؟ والله الراعي الذي سعى إليه هو، يعني الآن الـ 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 الاتفاق والحكومة والشرعية هي تحت وصاية السعودية. نعم، عبد الرحمن أنيس معي أيضا صحفي. عبد الرحمن أهلا بك عبد الرحمن، والأزمة الحاصلة بسبب تأخير الإعلان التشكيل الوزاري، سببها من وجهة نظرك وأبعادها. في اعتقادي في إشكال كان في اتفاق الرياض منذ البداية، كان يفترض أن لا يتم التوقيع على الاتفاق إذا وقت كل شيء متفق عليه وجاهز. تفاجأنا نحن بعد ما يعني بعد أكثر من 8 أشهر من توقيع اتفاق الرياض بدأ إلا تعيين محافظ، وبعد ذلك الآن لا زالوا إلى الآن يعني لا زالت المشاورات تجري من أجل تشكيل الحكومة. للعلم حسب معلوماتي كصحفي إلى حد الآن كل ما تم هو تقسيم القوائم الوزارية 24 إلى شمال وجنوب، 12 فقط. وأصبحت المكونات والوزارات والتنظيمات السياسية عندهم علم بعدد وزاراتهم،
الانتقال له أربع وزارات مثلا من القائمة الجنوبية، الإصلاح له كذا، المؤتمر له كذا، لكن حتى هالمكونات إلى الآن لا يوجد أي مكون على اطلاع بالوزارات التي خصصت له، لأنه يعني عاد المرحلة متقدمة من المشاورات، وهذا عاد يعني بعد ما يتم تخصيص الوزارات للمكونات قد يحصل اعتراض وقد يحصل هكذا، وقد كل مكون يطمع في وزارة معينة، ثم بعد ذلك ستأتي الترشيحات. وأعتقد مشوار تشكيل الحكومة سيأخذ وقت أطول للأسف، لأنه لم يكن محسوما منذ البداية، منذ المشاورات الأولى قبل توقيع اتفاق الرياض. وطبعا تأخير تشكيل الحكومة لا يعاني منه إلا المواطن في الداخل. نعم عبد الرحمن، قبل قليل وأنت تتحدث سمعنا إطلاق عيارات نارية، يعني هل يعني أصبح الوضع هذا طبيعي في عدن الآن؟ طبيعي جدا، ما استطيع اميز، ربما يكون يعني حفل عرس او اشتباك بعيد او هكذا، لكن نحن اعتدنا على هذه الامور. صارت هذه مسألة معتادة في عدن، هذا مؤسف جدا. عدن واحدة من المدن التي كان الجميع يذهب ليستجم فيها، لا يسمع صوت الرصاص، لا يسمع صوت المشاكل، كانت مكان للراحة والاستجمام، لكن للأسف الشديد أصبح القلق موجود بسبب الصراعات القائمة. عبد الرحمن، إذا ما استمر هذا الصراع، يعني ما الذي قد يفرزه في المراحل القادمة؟ والله يعني أعتقد أن الأطراف المتصارعة وصلوا إلى آخرهم، وأقصد بالأطراف المتصارعة نعم. سلامات. سلامات، ألف سلامة عليك عبد الرحمن. وأداهمنا الوقت، إذن شكرا لك الصحفي عبد الرحمن أنيس على هذه المشاركة، كنت معي عبر الهاتف، أتمنى لك السلامة. شكرا موصول لك أيضا أستاذ عبد الله الدهمشي الكاتب والصحفي المعروف على هذه التحليلات القيمة التي قدمتها في حلقة اليوم وتشريفت لنا بالحضور. شكرا موصول لكم أيضا مشاهدين الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في حلقات قادمة، إلى اللقاء.